أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم، ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. ريهام سعيد تصدم جمهورها من جديد. في أخبار إن ريهام سعيد الإعلامية المشهورة في قضية فتاة المول قررت تستضيف سمية طارق الشهيرة بفتاة المول، وفعلا سجلت معها حلقة في برنامج صبايا الخير، وقريب جدا هيحصل مواجهة ما بينهم. شيرين عبد الوهاب تكشف عملية نصب. الفنانة شيرين استعانت بإحدى الصحفيين وادته تسجيلات صوتية، وكشفت عن تفاصيل عملية النصب عليها في دبي، وبسرعة الصحفي نشر الخبر. ووضحت شيرين إنها تعمدت النشر لعدم وقوع أي فنان في نفس الفخ. بسكال مشعلاني تخضع للعلاج الفيزيائي. الفنانة اللبنانية بسكال مشعلاني نشرت فيديو من خلال الفيسبوك وأعلنت فيه عن إصابتها في ركبتها، وهي دلوقتي تحت إشراف طبيب للعلاج الفيزيائي. محمد رمضان يمنع صفينار من وجودها في المسلسل. اجتمع محمد رمضان مع المخرج محمد سامي وطلب منه عدم وجود صفينار في المسلسل الجديد الأسطورة اللي المفروض ده هيتعرض في رمضان القادم. أبلة فاهيتا تسخر من رانيا محمود ياسين. أبلة فاهيتا استضافت رانيا محمود ياسين لتسخر منها وحرجتها في أكتر من موقف، وده أظهر بعض العلامات الغضب على الفنانة رانيا محمود ياسين، واتقلب البرنامج لضحك على رانيا محمود ياسين وسخرية منها. استقبال ماجدة الرومي في مصر. وصلت الفنانة ماجدة الرومي مصر علشان تقيم حفلة في الأهرامات 2025، وفاجئ جمهور ماجدة الرومي باستقبال قوي جدا، وأعلنت الفنانة بأنها هتتبرع بأجر الحفلة لبناء مستشفى تحمل اسم أهل مصر. بداية نشرتنا الفنية كانت معكم وجيدة عبد اللطيف من أخبار اليوم.